بعض الزملاء من الوفود التي تبنت مشروع القرار المعروض أمامكم. كما لاحظتم أنهم أصروا في بياناتهم على أن مشروع القرار هذا ليس مسيسا، وأقسموا بالأيمان الغليظة أن نواياهم سليمة، وأنهم يفكرون أولا وآخرا بالشعب السوري، لا سيما سكان حلب البؤساء. لكنهم فضحوا أنفسهم في بياناتهم عندما استخدموا كلمة نظام بدلا من حكومة الجمهورية العربية السورية. الأمر الذي تكرس في مشروع القرار المعروض أمامنا، فهناك في أكثر من موضع، سواء في الفقرات العاملة أو الفقرات التمهيدية، هناك ذكر لبلادي على أنها نظام سوري وليس حكومة الجمهورية العربية السورية. وبناء على ذلك فإنني أطرح على الأمانة العامة وعلى المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة الآن أن يبت في هذه المسألة: هل يجوز أن يقدم مشروع قرار أمام إحدى اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفيها تعريض وسوء مخاطبة لدولة عضو مؤسسة لهذه المنظمة الدولية؟ هل يجوز أن يتم مخاطبة حكومة بلادي التي أفتخر وأتشرف بتمثيلها في هذه المنظمة الدولية؟ هل يجوز أن تخاطب في مشروع قرار سيصدر أو لا يصدر عن منظمة الأمم المتحدة بأنها نظام؟ أرجو من الأمانة العامة أن تجيب على هذا السؤال قبل أن أسترسل في حديثي. أرجو من المستشار القانوني أن يجيب عن هذا السؤال. شكرا سيد الرئيس.